السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متابعات الوفيات لقناة جمالك طبيعي بالوصفة. أتمنى تكونوا بخير وانتوا بتشاهدوا الفيديو اليوم حبايبي. لو أول مرة تشاهدوني فأكيد اشتركوا في القناة عشان القناة تكبر أكتر وأكتر وتستفادوا كمان من المعلومات اللي أنا بقدمها. ورب كده دايما أكون عند حسن ظنكم. عايزاكم تفجروا اللايكات لأن حلقة اليوم حلقة بسيطة وسهلة وجميلة، هو من المنتجات الكويسة جدا، بيعالج أعراض حب الشباب، بيستخدم كمان للرؤوس السوداء والأحمرار حول الطفح الجلدي، بيستخدم لحاجات كتيرة جدا جدا. هو كريم من الكريمات اللي بتعتبر بتنتمي لمجموعة من الأدوية اللي بتعرف باسم المضادات الحيوية، فعالة جدا في قتل أو إيقاف نمو البكتيريا، فبالتالي هو هايل. لأن طبعا حب الشباب بينتج عن البكتيريا والفطريات، طول ما فيش بكتيريا أو فطريات طول ما فيش حب شباب. كمان هو هايل للرؤوس السوداء، الجرعة طبعا بيبقى بيتم استخدامها وفقا للطبيب أو على حسب الطبيب ما هيحدد، ولكن في الطبيعي للبالغين بتحط طبقة رقيقة على المنطقة المصابة من مرة إلى مرتين في اليوم أو على حسب رشادات الطبيب. أحيانا بيكون بيحدث منه بعض الآثار الجانبية من الجل، بس دي بتكون نادرة جدا للغاية، يعني بتشمل الأعراض تفاقم حب الشباب أو حرق الجلد أو الجفاف أو إحساس دايما بالحكة أو تقشير الجلد. أحيانا بعض ردود الفعل التحسسية بتكون نتيجة طبعا استخدام المنتج بطريقة غلط أو بكميات كبيرة أو لمدة زمنية طويلة، أو استخدامه الحالة تكون غير مناسبة لينا. فعشان كده بما قلنا ان هو كريم طبي دايما انصح ان احنا نستشيره تحت ارشادة الطبيب، لان انا مش طبيبة ومش خبير التجميل، ولكني مهتمة بمجال العناية بالبشرة، دايما اقرأ في المجال ده ودايما مهتمة بيه، فمما بعرف معلومة بحاول اقولها لكم، وطبعا كلكم تساعدونا زي ما انا دايما بساعدكم بالمعلومات اللي انا اعرفها. حاولوا كمان انتم تشيروني او تعملوا مشاركة لآرائكم معايا، وتكتبوا لي طبعا تجربتكم او رأيكم في الكريم او الجيل او المنتجات اللي احنا بنستعملها. دايما بحبكم جدا وبحب كل الناس اللي بتدعمني وبتعمل لايك وبتعمل اشتراك وبتعمل شير للفيديو، بحبكم جدا، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنكم. اشوفكم في حلقة جديدة وعلى خير. لايك وشير وسبسكرايب، وفيديوهات القديمة هتظهر دلوقتي على الشاشة قدامكم، دي فيديوهات حلوة جدا وحتنال على رضاكم. بحبكم جدا حبايبي، ودمتم يا رب ليا احلى واجمل متابعين ومتابعات في الدنيا.